الجديدة فإن وعد السلام ونغوص في أعمال في أعمال فنانين من الوطن الأم المغرب وفرنسا ومرة أخرى فلسطين. أدعوكم جميعا إلى الانغماس في هذه التجربة الحسية والسماح لطاقة كل قطعة وكل لحن أن تأخذكم إلى عوالم جديدة. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée de Parfait Fashion Week. Nous avons un immense plaisir de vous retrouver ici dans ce splendide palais où les palais. الحضور ديالي يعني فرحانة وحاسة بواحد سعادة كبيرة لأن القفطان المغرب هو وجه المغرب أولا وأصالتنا كتبان في الباسنة وفي البلغة ديالنا وفي يعني في القفطان المغربي شي حاجة كبيرة هو اللي عطينا القيمة في الباسنة وفي المناسبات يعني اللي يلبس القفطان المغربي راه هو المغرب راه لابس المغرب بحال الرايه بحال اللي هز الرايه المغربيه. وانا كنتشرف بحضوري انني اليوم هنايا وجيت نشوف الصديقه ديالي امينه بن زكري ما شاء الله كلهم ما شاء الله عليهم وبالخصوص هي اللي دايره تمغربيه 1000%. ما خصناش نسمحوا فيه ولي نعطيوه واحد صوله كبيره ولهذا شاركت فيها لان هي غادي تكون سبب الخير لهاد الشباب. دونك خص الشباب يبغيو هاد القفطان اللي هو مغربي وهو لدين ديالنا هو الدم ديالنا هو القفطان المغربي اللي خصنا ما نسمحوش في هاد لاغيشيس ديالنا. الوغ في هاد التظاهره درت جوج ديال لي ديفيلي اللي هو اليوم اوت كوتور ماروكين اورينتال اليوم غادي يكون واحد الليله ديال غادي نكملوا الليله بواحد لي كرياسيون ديالي اللي عندهم جوج ديال هما مودرن اي تراديسيونيل. غادي نكمل هذا المهرجان بواحد ديفيلي مغربي محط بالقفطان المغربي ديالنا وشكرا. بس عايش بفرنسا بباريس ولي الشرف ان اقدم العرض يحكي قصه فلسطين بطنجة بالمغرب. سي لي برودري انسيان باليستينيان، سي برودي على ما اون باليستين ميم. التطريز الفلسطيني كله مطرز على الايد بفلسطين ومخلوط طبعا مع الدونتيل الفرنسي. صراحة كثير حبوه وانا يعني يتشرف الي الشرف اني اقدم بلدي هون في بلدي الثاني المغرب. وشكرا لكم كثير. طبعا وكمان انا اهلي بفلسطين وكنت هناك شهرين قبل الحرب وان شاء الله ارجع باسرع وقت وان شاء الله هالحرب تخلص وقلبنا مع اهل غزه وكل فلسطين طبعا. المغرب طبعا شفت حتى هون بطنجه الاسبوع اللي فات كان في مظاهره كبيره وان شاء الله تتحرر قريبا فلسطين يا رب. وها هي موجوده هون.
انا الحضور، انا فرحانه اللي مهرجان انترناسيونال ديال لا مود كان في طنجه، هذه المره الاولى لا بروميير اديسيون، وفرحانه حيت فرح بوحو تبارك الله عليها مازالها صغيره وراه دابا معروفه بزاف على الخدمه ديالها، فنانه، وهذا الشيء اللي كنلبسوا كامل البنات، وانا ما جيتش ندير مانكان، انا غير غندير لهم مفاجاه وصافي. ولكن هادشي كامل اللي لبسنا ملي كانت صغيره كانت تتحلم بهاد لا ماجي اللي كاين في لي باغياج، في لي بيجو كاملين اللي لابسين شافتهم ملي كانت صغيره، وتبارك الله صالا انسبيري باش تخيط وباش تعاود تلبس هذوك لي بيجو اللي كانت كتحمق شي نهار هي بيدها تقدر ابلي ميتر اون افون. انا جيت لطنجه باش نقدم القفطان ونقدم القفطان ديال لا كوليكسيون ديال ميزون الخصاصي، فرحت باش نكون في هاد البلاصه اللي فريمون مانيفيك ديال لو بالي مولاي حفيد، والحمد لله داز مزيان وقدمنا المسائل ديالنا التقليديه ديال بلادنا وديال فوالا ديال نوتر ايدنتيتي، القفطان ديال نوتر ايدنتيتي الحمد لله. معلوم كاين تحسينات على القفطان، كنجيبوا فيهم كنغيروا فيهم شي شويه لا كوب، ولكن كنبقاو زعما عندنا غرض بالقفطان التقليدي، يعني ما خصناش نغيروا بزاف. كنتواجدوا في هذه التظاهره وهذا العرس المغربي اللي كيحتفي باللباس وهو على شاكله التظاهرات العالميه. شفنا المشاركات الجميله اللي كتشكل لوحات فنيه رائعه، كل قطعه قماش كتحكي قصه وعند كتحكي تاريخ. حنا كنفتخروا بحال هاد التظاهرة من هاد المستوى الرفيع اللي استقطبت بلدان دول من دول مختلفة، والمغرب كانت عنده مشاركة متميزة كتقول مرة أخرى أن القفطان المغربي لا يضاهى، وشكراً.